A1 TV الأردنية الأولى تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. أهلا بكم على متن الخطوط الأردنية للطيران، نتمنى لكم رحلة ممتعة برفقة الكابتن بسام الركات والمضيفة بتول حجاوي. أهلا بكم جميعا أينما كنتم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج تيف أوبس. أكون بإذن الله تعالى بعد دقائق بالإقلاع على كل جهاتكم اللي حابين تسافروا لها من خلال الأردنية للطيران، وأيضا وزميلتي المضيفة اليوم بتول راح نحلق عاليا بإذن الله تعالى على ارتفاع 33,000 قدم. راح نزور جمهورية مصر العربية، وراح نزور الإمارات العربية المتحدة، راح نزور أيضا تركيا، وراح نروح للعقبة بإذن الله. فمساء الخير بتول. مساء الخير كابتن بسام، ومساء الخير مشاهدينا الأعزاء. في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك بنرحب فيكم من جديد على متن طائرتنا الأردنية للطيران. رحلتنا معكم رح تستغرق ساعة كاملة من الآن، ما عليكم إلا ربط أحزمة الأمان وما عليكم المطبات الهوائية، وخليكم على مقاعدكم أمام شاشة A1 TV. إن شاء الله ما يكون في مطبات هوائية، وإن شاء الله سنصل بسلام، ونتمنى رحلة سعيدة لهم جميعا. بقيادتك أكيد يا كابتن بسام رح نوصل بأمان بإذن الله تعالى. إذن قواعد اللعبة والمسابقة عارفينها، إحنا برنامج مسابقات خفيف لطيف، يعني ترفيه إلى حد ما، لكن لا يمنع أنه إحنا أنا وبتول نقول اليوم مين رعاتنا ومين رح يقدمون الجوائز لهذا المساء ولهذه الرحلة تحديدا. راح تكون معنا الراعي الرسمي الأردنية للطيران، هذه الشركة الأردنية العظيمة، شركة النقل الأردنية، راح تكون معنا هي دابتنا بجوائزها، وراح تكون يعني تذاكر سفر كثر إلى العقبة ذهابا وإيابا، وراح يكون في معنا إلى أكثر من وجهة. وأيضا في جوائز كبيرة اللي قدمتها الأردنية للطيران، وهي تكت سفر لمدة سنة كاملة من ما تخضع إله أكيد من الأحكام والشروط على جميع وجهاتها. وأيضا مناسبة شهر رمضان الكريم والمئوية الأردنية قدمت لنا الأردنية للطيران خصم 50% ليوم الأحد 18/4، وأيضا قدمت لنا 20% على جميع وجهاتها أكيد من ما تخضع له من الأحكام والشروط. طبعا الخصم بس كابتن بسام حيكون فقط لبكرة، لا يوم غد يعني آخر يوم أكيد. اللي ما أخذ تذكرة اليوم راحت عليه خلاص، فيش مجال. وأيضا تقدم الأردنية للطيران خصومات تصل إلى 20% لجميع وجهاتها، القاهرة، دبي، الشارقة، إسطنبول، العقبة، وأيضا للحاصلين على شهادة تلقيح كورونا. وبعد عدة أيام شركة الأردنية للطيران هناك مفاجآت كثيرة كما عودتنا دائما. تابعونا وتابعوا الأردنية للطيران، تابعوا البرنامج تيك أوف، راح يكون في رحلات للعقبة كل يوم اثنين انطلاق من عمان الساعة 11 الصبح، وكل خميس انطلاق من عمان الساعة 8:30 مساء، القاهرة كل أحد 2-3-4 الساعة 8 مساء ومن عمان. وأيضا الشارقة حيكون الانطلاقة كل أحد وخميس الساعة 12:15 مساء، وأيضا لدبي كل ثلاثاء أيضا الانطلاقة من عمان حتكون على 12:15. وأيضا سانديز سوف تقدم لنا تذكرة الطائرة لإسطنبول ذهابا وإيابا، والجائزة الأروع بكب للعرسان، هناك للي حاب يتجوز خلال شهر رمضان أرخص ما في يكون يعني نفقات، والجائزة كاملة من أوتيل، من تذكرة سفر، يعني رايح جاي مكيف، وأيضا إقامة 5 نجوم لمدة 5 أيام هذه الجائزة مع ما تخضع له شروط الأحكام. هاي الجائزة مقدمة من صن دي أكيد. وكمان في عندنا محطة جوبترو اللي حتقدم لنا كوبونات قسائم للبنزين والسولر، طبعا هاي الشركة العظيمة اللي أهم خدماتها ونشاطاتها هي تزويد الطائرات بالوقود. وشركة جت كمان، وشركة جت نعم، وشركة جت للسياحة والسفر راح تقدم لنا تيكتات على متن حافلاتها طبعا اللي بتقدم لنا الراحة والأمان للمسافرين. شركة جت هي شركة عريقة تأسست عام 1964، وتعمل في مجال نقل الركاب والسياحة إلى جميع المناطق السياحية والمدن داخل المملكة وخارجها. وايضا نادي الطيران الشراعي الملكي رح يقدم لنا جوله فوق سماء عمان، طبعا نادي الشراعي الملكي تاسس سنه 1986، وايضا يقدم للاردنيين الخبره في مجال الطيران الشراعي الملكي، ويقع النادي في مطار عمان المدني في منطقه ماركه. اليوم هاي الجائزه بدي اربحها الاثنين ثلاث، لانهم اصدقائي بدي اربحهم يطيروا فوق عمان نص ساعه. على فكره حلوه يعني انه ناخذ جوله فوق سماء عمان ونشوف كل شيء من صراحة فوق. صراحه انا طلعتها يعني كثير رحله ممتعه. حلو.
وايضا شركه هاي واي، شركه هاي واي شركه عظيمه، وهي ايضا تقدم خدمات صيانه السيارات. راح تقدم لنا كوبون اشتراك سنوي معهم يشمل خدمه السيارات من التنظيف لحد الصيانه. يعني اذا خربت سيارتك على الطريق ترى نشامه راح يجوا ويظبطوا لك اياها. وكمان رح نحكي عن فينيري جولد، هو محل مجوهرات الالماس والذهب الايطالي، قدم لنا كوبونات بخصم 50%. طولنا عليكم الجواب، بس الحمد لله ما دام في جواز احنا مبسوطين. مجوهرات الاميره راح يقدمون لنا اليوم كوبون شراء مجوهرات بقيمه 50 دينار، وهو للسيد يوسف عبد العال الراعي الذهبي لبرنامجنا وحلويات كنعان. ايضا للاسف بس بعدنا ما شفنا الحلويات ولا قطايف ولا اصابع زينب ولا اخو زينب، امبارح شفت على الفيسبوك. بالمناسبه انا بحب قطايف الجبنه، انت شو بتحب؟ جبنه، قشطه، جوز، كله زاكي، كله المهم قطايف. ما هو ما دام هي أجواء حلو، اجواء رمضانيه اكيد. وايضا شو ضايل عندنا؟ في عندنا حلويات كنعان، حكينا شركه جينيس، شركه اعمالكم، شركة أعمالكم للخدمات اللوجستية أيضا ستقدم لنا جائزة خصم 50% على الدبلومات. وأيضا عيادة أسنان أحمد فوسي عبد المتواجد في الدوار السابع قدم لنا العديد من الجوائز القيمة، ومنها فيسنج للأسنان بقيمة 500 دينار، وأيضا قدم لنا خصومات 30%. وأيضا ضايل شيء؟ لسه مليان يا كابتن. وأيضا في عنا عيادة الدكتور محمد الجهران، وهو عضو الجمعية الأمريكية للزراعة والتجميل، كمان نتشكر الدكتور محمد الجهران. وأيضا أكيد ما رح ننسى صالون توني أند جاي موقعهم في عبدون، نتشكرهم على إطلالتي لليوم. شكرا لكم جميعا، وشكرا لكل الرعاة اللي اليوم أتعفونا بهذه الجوائز، وراح نكون إحنا كرماء كما هم للمتصلين. حاب أذكر بسوشيال ميديا، يا ريت يعني هذا رجاء فضلا وليس امرا، تابعونا على السوشيال ميديا على الفيسبوك، تعملوا لنا لايك شير كومنت، صفحتنا على الاي 1 تعليق على رايك كومنت، تعلقوا بس احنا كمان نتقبل الراي والراي الاخر حتى لو الانتقاد مو كويس، نتمنى ما يكون في شيء مش كويس، لكن احنا موجودين معكم على الفيسبوك ايضا خلال الساعه الكامله. اهلا ومرحبا بكم جميعا، راح نروح لفاصل وبعد الفاصل نلتقي، ابقوا معنا. سيداتي وسادتي، بدأت الطائرة بالهبوط التدريجي، يرجى من حضراتكم العودة إلى مقاعدكم ووضع المقاعد في وضعها العمودي المعتدل، إغلاق الطاولات التي أمامكم وربط أحزمة المقاعد استعدادا للهبوط، وشكرا. الأردنية للطيران، في السماء عنواننا وفي الأرض استقرارنا. اهلا بكم من جديد، دقائق وسنحلق باذن الله تعالى عاليا من خلال الاردنيه للطيران، لكن راح اذكر كمان مره بالسوشيال ميديا وموقعنا على الفيسبوك. لكن معنا اتصال، الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء الخير يا سيدي، تحياتي لك. يعطيك العافيه. نتعرف عليك. معك صلاح. اهلا يا صلاح، كيف حالك؟ الله يسلمك. الحمد لله. يا صلاح رمضان كريم. الله اكرم يا سيدي، من وين بتحكي معنا؟ من عمان. اهلا وسهلا صلاح، عارف اللعبة صح؟ ها. طيب راح نروح على اسطنبول، عقب الشارقة، دبي، القاهرة، وانت اذل لجهتنا، اختار انت الوجهة اللي انت حابها. يلا نروح على مصر. على جمهورية مصر العربية والعلم الثاني هنا، والسؤال يقول يا صديقي يا صلاح سؤال سهل، السؤال سهل جدا واكيد راح تعرفه، ويقول السؤال، استعد يا صلاح للسؤال، من هو شيخ المرسلين؟ من هو شيخ المرسلين؟ بدك خيارات ولا بدون خيارات؟ شيخ المرسلين، شو الخيارات؟ سيدنا سليمان، سيدنا موسى، وسيدنا هود، وسيدنا نوح.
سيدنا نوح. نوح عليه السلام. عليه السلام. صحيح مظبوط هذا، وهذا السؤال أهلك للسؤال الثاني اللي عليه مجموعة من الجوائز، لكن انتبه تماما أن السؤال الثاني فيه عقد تنازل 30 ثانية. والسؤال إن شاء الله خير. سؤال بدون خيارات. بدنا مساعدتك يا أستاذ، بدنا مساعدتك. أه صلاح؟ بدنا مساعدتك. أبشر يا صلاح. مع أنه جتني تعليمات أنه ما تساعد حتى، بس بدي أساعدك. الله يسلمك يا رب. صلاح السؤال الثاني يقول: من أول من كتب اسمه على عملات الدرهم والدينار؟ الدرهم. مين اللي أول ما كتب اسمه على الدرهم والدينار؟ 25 ثانية يا صلاح. 23 ثانية يا صلاح. العهد عبد الملك بن مروان. لا لا. كلا. بن أمية. ها 10 ثواني يا صلاح. صلاح أول متصل. الحرف الأول حرف الهاء. حرف الهاء أول حرف. ثانيتين. الحرف الثاني حرف الألف. الحرف الثالث حرف الراء. الحرف الرابع حرف الواو. حرف الواو. حكى لك الاسم كامل. صلاح. صلاح يا أستاذ بدنا مساعدتك، والله ما معي حدا لحالي قاعد. طيب ليه ما قعدت مع كل العيلة؟ هارون الرشيد يا رجل. هارون الرشيد. نعم مبروك هارون الرشيد، انت ربحت صحيح. خليه يفوز. شكرا لك. شكرا. شو لعاد هسه في شنات وي بتول معك. يلا صلاح معك. انت معي على الشاشة شايف الوان الشناتي؟ شايف شايف. تمام اختار اللون عشان نشوف شو جائزتك. اصفر. بنختار اصفر. اصفر. يلا نشوف الاصفر يا صلاح. يلا يا صلاح نشوف اللون. يلا. الأصفر لعل وعسى أن يكون الجائزة قيمة. وتقول يا عيني يا صلاح. وتقول على كمرتي بإذن الله تعالى. قيمة الجائزة 260 دينارا، تذكرة الطيران ذهابا وإيابا با إلى أسطنبول. أوه. إلى تركيا تحديدا. هاي تذكرة السفر رايح جاي مقدمة من سانديز. يا سلام. وجلسة تنظيف وتلميع الأسنان من عيادة دكتور أحمد فوزي عبده الواقع في الدوار السابع. مبروك عليك يا سيد. جنبي أمي بدها حلو من كان عام تحكي لي. إلا عندي حلو ناشد. ناشد مشكل تعرفه. ابشر. بدها حلو من كان عام تحكي لي. إذا وصلنا إذا وصلنا إليك صفط ولا يهمك يا صلاح. الله يسلمك. أبشر أبشر. كل عام أنت بخير. كل عام أنت بخير. هاي الحجة بتسلم عليه. سلم عليها الله يعطيها الصحة والعافية. صلاح يا صلاح ألف مبروك. صلاح. يا صلاح يعني راحت علينا ما نسمع صوت الحجة. هذا نعطيها صالون سشوار. الحجة بدها حلو بدها طيب. صالون. طيب أرقام الاتصالات موجودة بالمناسبة على أسفل الشاشة، اللي حاب يتواصل معنا ما عليكم اللي ترن علينا، والجواز احنا حابين نساعد الطير الطاير بصراحة بدنا نربحكم. على كل أحوال معنا اتصال آخر. نقول ألو مساء الخير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. الله أكرم يا ستي. نتعرف عليكي. جمانة من إربد. جمانة يا هلا بجمانة وأهل إربد كلهم. أهلا فيك. يا مرحبا جمانة. عارفة اللعبة؟ أكيد عارفة. وين حابة تروحي؟ وين حابة تسافري معنا اليوم؟ إسطنبول. إسطنبول تركيا كمان. يلا شوف تركيا. واختارت جمانة إسطنبول وإلى تركيا. والسؤال يقول يا جمانة أنت اخترت السؤال، والسؤال بيقول يلا يا سؤال يلا يا سؤال. أين يوجد قبر صلاح الدين الأيوبي؟ أين يوجد قبر صلاح الدين الأيوبي؟ في دمشق. خيارات. في نعم في دمشق. في دمشق. قبل ما نقول الخيارات أبدعتي وأحسنتي. المرحلة الأولى تجاوزتيها، لكن السؤال اللي عليه جوائز سيظهر الآن، وعليك بثلاثين ثانية فقط الإجابة، غير الثلاثين صعب. والسؤال يقول من شو هاي السؤال الثاني بيقول من المسؤول عن حاسة الشم لدى الثعبان؟ ثلاثين ثانية زي أبو كلبشة. ومين اللي بشم بالثعبان؟ اللسان. ها اللسان. نعم اللسان. برافو عليكي. هذا أنت لازم تروح على من شرب المليون على السؤال. أحسنتي. ولا منيس غششك الأسئلة ولا لا؟ ايش في ناس غششك الاسئله؟ لا لا اكيد. ما ثقافتك عاليه ما شاء الله عليكم، يعني ما شاء الله على كل اهلنا في اربد. يلا يلا يا جمانه رح نختار لون الشنطه عشان نشوف شو جائزتك.
انت شايف الشاشه؟ أبيض. أبيض. الابيض، اللون الابيض. نشوف خليه فاتح. اوكي اوكي، اللون الابيض يا بتول يا جمانه، والكابتن على الكاميرا الثانيه كما يريد اخوي عبد الله، والجائزه تقول يا جمانه كوبون من شركه هاي واي لخدمه السيارات، وايضا جلسه تنظيف وتلميع الاسنان مقدمه من عياده الدكتور احمد توزي الموجوده في السابع، قصدي الدوار السابع، وايضا قسيم التراب بقيمه 20 دينار من شركه الجليس التجارية، مجموع جوازك ما يقارب 200 دينار يا جمانة، حياك الله ويا كل الهلا. يعطيكم العافية وشكرا. يعافيك. الله يعافيك. مبروك يا جمانة، ليش زعلانة؟ راحت جمانة، راحت للأسف. يعني أنا حاب ظل أربي، حاب موجود هون، شايفين هذول وراك كلن جوائز، والصناديق مليانة اليوم، أنا دقرت إلا يكون في جواز، فعشان هيك اليوم بدي اتصالات. أكيد في اتصال. ألو، مساء الخير. مساء الورد، يعطيك العافية. هلا يا مرحبا. بدنا تربحونا، يعني بدنا جائزة قيمة. مين معي أول؟ حسن معك. حسن شو؟ حسن القيسي. حسن القيسي. أه. أنت ربحت، خلاص مع السلامة. عويلي خلاص يلا. وين رايح؟ تعال بمزح يا زلمة. هيني معاك. حسن. رمضان كريم عليكم. علينا وعليك الحبيب. علينا وعليك. وين حاب تسافر يا حسن؟ والله يا ريت على تركيا، خلنا نروح عند بوراك. شو قصتكم على بوراك؟ نروح ندوق الاكل تبعك. هي شاربك. طيب نروح على تركيا ونشوف سؤال تركيا. السؤال الاول ماذا يقول يا ابو القيسي؟ معك. السؤال الاول بيقول ما هي عاصمة دولة قطر الشقيقة؟ عاصمة قطر؟ نعم. عاصمة قطر، في خيارات؟ في خيارات؟ في خيارات. يا ريت. مساعيد، الوكرة، مسقط، الدوحة، السحاب. الدوحة. الدوحة. عندها خيارات. قطر دولة عظمى وعاصمتها الدوحة. قطر الحبيبة شعبا وقيادة. أه. وأميرا كمان. طبعا. دخلت على الجولة الثانية والسحب الثاني والسؤال ما في خيارات، 30 ثانية على التنازلي، والجائزة إن شاء الله راح تكون كبيرة. والسؤال يقول بماذا عاقب الله جل وعلا قوم نوح عليه السلام؟ 30 ثانية عقب؟ حسن. نعم. عاقب قوم نوح. ليش عاقبهم؟ بالطوفان عاقبهم. بالطوفان، صحيح. مبروك، أبدعت وأحسنت يا قيسي، هسه تستاهل الجائزة. يلا شوف الحقائب. يلا نشوف الحقائب. يلا يلا اختار لون الحقيبة اللي حتكون فيها جائزتك يا حسن. تمام. نختار اللون الاسود. ما في اسود. الله لا يوطي رجلك، احنا مين اسود؟ الصندوق الاسود هاي اسرار الطياره والطيارين. ما في اسود. انا بعيد يا حسن عن التلفزيون لهيك والله مش شايف كويس يعني. طيب في النيلي، الازرق، النهدي، الاحمر، الاخضر، الاورنج او البني. النيلي. النيلي. نتوكل على رب العالمين. النيلي ان شاء الله. النيلي. خلينا نشوف النيلي. يا رب يا تكون رحله. على وين بدك؟ بدنا نروح على تركيا. خلينا نشوف. جائزتك والله شكله ما فيها تركيا ولا فيها سحاب حتى. صديق ابو القيسي، انت كيف شعراتك؟ شعراتي كويسات كثاف. خنفس؟ لا كويسات، نعمات. نعمات. قصص شوار يا تعلق على السفر من صالون توني اند جاي. انت او المدام او الخطيبه او صاحبتك وتذكرة سفر إلى العقبة ذهابا وإيابا من شركة جت. أوه، تذكر السفر. وقسيمة بنزين بقيمة 20 دينار من جيوبترول. وكمان تمام. مني رحلة فوق عمان من نادي الطيران الشراعي الملكي الأردني. مبروك. أوه. يا حسن. الله يبارك كمان فيكم يا رب. بقيمة صارت 200 دينار. مبروك يا أبو الحسن. آخر جائزة ما سمعتها. يا شو؟ آخر جائزة. الطيران الشراعي هاي مني. أنا. تروح على ماركة تركب طيران شراع انت والكابتن، تلف حوالين عمان نص ساعة. حلو. يعني رحلة ممتعة بصراحة. طب انا بدي منكم طلب صغير. قول. هسا رحلة العقبة اطلع لحالي، المرة تذبحني. لا يذم القرآن، لا تأخذ المرة والولاد. يعني عندي مرة وعندي طفلين صغار، ما بضلش اطلع لحالي. لا انت وياهم اكيد لحالك ممنوع. انا وياها مع بعض. انت وياها من جد تذكرة للعقبة رايح جاي والولاد اثنين. الله يسعدكم يا رب، رمضان كريم عليكم. كل شيء ولا تزعل يا الحبيب. مبروك. الله يبارك مبروك فيكم الحبيب. يا رب. شكرا مبروك. لكم شكرا. يعني انتم كويسين واحنا انتم كرمه، او احنا كرمه وانتم تستاهلوا.
يا شيخ عبد الله كمان اتصال. السلام، انا بكيف على الاتصالات. الو مساء الخير. الو مساء الخير. يا مرحبا. مساء الخير يا سيدي. مساء الخير يا سيدي. نتعرف عليك الحبيب. نتعرف عليك يا هلا. الو. ايوه معك محمد من السلط. طيب اسمعني صديقي من التليفون. اسمعني من التليفون مش من التلفزيون معلش. من التلفزيون يا سيدي. من التليفون. من التليفون. طيب يا محمد من السلط راح على. انا عندي عنصريه للسلط طبعا. حطوا لنا اغنيه. حطوا لنا اغنيه على طريق السلط يا ابو الرحاح. عارف اللعبه؟ نعم نعم. وين حاب تسافر؟ على السلط، على عفوا على دبي، على الشارقه، على تركيا، وين حاب تسافر؟ والله خلينا على تركيا. على تركيا. شو القصه على تركيا؟ وعلى سؤال تركيا، ويقول السؤال ما هي عدد اذرع الاخطبوط؟ الاخطبوط محمد خيارات طبعا. نعم نعم. معي انت؟ نعم. سبع اذرع او ذراعين، ثلاث اذرع او ثمان اذرع؟ ماذا تقول؟ كم ذراع للاخطبوط يا صديقي؟ ثمانية. ثمانية. ثمانية مزبوط. صحيح. ثمانية صحيح. السؤال الاول اجتزت بنجاح وبقوة، لكن السؤال الثاني 30 ثانية. سؤال الدرجة رجال الاعمال. هذا السؤال لرجال الاعمال، شخصه قدام، مضيفات غير، اكل غير، كله غير، كله غير. اوكي. السؤال اللي بيقول يا محمد اكمل الحكمة التي تقول لا تكن لينا 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 فتعصر ولا صلب ف فايش فايش يا محمد؟ محمد لا تكن لينا فتعصر ولا تكن صلبا ف اكمل يا محمد. محمد معنا محمد. انت يا رجل كمان. محمد وين راح؟ مش موجود. خلنا نشوف هون. محمد 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 يا محمد. محمد 8 ثواني. محمد على جوجل اعد. محمد محمد اخر نداء الى الراكب. راحت عليك الجائزه يا محمد. ونحتفظ بالاجابه. تحبوا نحتفظ بالاجابه ولا نعلنها على الهواء لانه هو ما جاوب الصح او يعني فقدنا الاتصال مع محمد؟ صحيح. ناخذ اخر سؤال واخر متصل لعله وعسى يربح مش زي محمد. ونقول نعيد السؤال نفسه. طيب نعيد السؤال. الو مساء الخير. الو مساء الخير. الو مساء الورد. كيف حالك؟ نتعرف عليك. معك محمد المومني. يا والنعم يا مومني. يا هلا. منين تحكي معنا يا مومني؟ منين تحكي معنا يا مومني؟ هو اتصال تلفزيون. من عجلون. عجلون. نعم. كيف اجواء عجلون اليوم؟ والله اجواها لطيف كثير. ومن احلى ما يكون. روعه صح. بدك اسالك السؤال الاول ولا الثاني؟ السؤال الثاني ولا الاول؟ والله اللي بدك اياه. خليني اشوف على الشاشه شو السؤال الموجود مشان اسالك اياه مشان تدخل المرحله الاولى والثانيه وتربح يا مومني. شو رايك؟ تمام. السؤال يقول الثاني، السؤال اكمل الحكمه التي تقول لا تكن لينا فتعصر ولا صلب ف فتكسر. فتكسر. صحيح صحيح صحيح. ابدعت يا مومني. ما احنا انت لانك غالي من عجلون واول مره تحكي معنا ما وديناك على السياحيه، وديناك على رجال الاعمال مباشره عشان نعطيك جائزه. طيب شو الحقيبه اللي بدك اياها؟ لونها اخضر اصفر احمر؟ لونه برتقالي. البرتقالي اورنج يعني. نعم عندنا زين. طيب اورنج لا تقعد شو اسمه هو هيك. حاضر يا سيدي. حاضر يا سيدي يا مومني. حاضر يا معلمي. قيمة الجائزة تقريبا 200 أو 150 دينار بتقول جلسة تنظيف وتبييض الأسنان من عيادة دكتور محمد الجهران. إذا أسنانك يعني بدهم تثبيت تنظيف، سن طالع سن رايح، طاحونة خربانة، إن شاء الله الدكتور محمد الجهران ما راح يقصر معك. وأيضا خصم 50% على مشترياتك من الألماس من المجوهرات فينيري. يا رب اني زبطتها هالمره. 50% يا صديقي. اذا كان معك تشتري الماس فلك 50% خصم. كوبون بقيمه 20 دينار من شركه الجليس التجاريه. مبروكين عليك الجوائز يا الحبيب. شكرا شكرا. الله يحييك. وبالمناسبه تذكير بتقول انه كل يوم 15 رمضان يعني بعد 10 ايام اللي ربحوا معنا يجي ياخذ جوائز مشان ما يكون بعد رمضان في ازمه. كل واحد أسماءهم معنا
والجوائز موجودة عندنا وشو كل واحد ربح، بس عليكم تجيبوا الهوية الشخصية. وموقعنا في عمان العاصمة في منطقة أم أذينة، وتليفونه موجود، عليكم الاستلام بعد 15 رمضان نبلش نعطي الجواز. لكن راح نروح لوين؟ لفاصل أكيد لأنه معنا ضيف. نروح لفاصل وبعد الفاصل نلتقي بعون الله، خليكم معنا لا تروح. الأردنية للطيران، في السماء عنواننا وفي الأرض استقرارنا. من أرض القدس العظيمة بدأت الرحلة، جت كانت دوما إلى جانبكم، همها سلامتكم ونقلكم، لتترك في ذاكراتكم رحلة لا تنسى. سنستمر في رحلتنا للبقاء محيين، لنبقى معكم ولنبقى عند ثقتكم بنا. اهلا بكم من جديد، حياكم الله، مستمرين في تقديم برنامج تيك اوف وزميلتي المضيفه بتول، وراح يكون معنا ضيف بعد شويه، راح نطرب ونسمع، وراح تكون ليلتنا ان شاء الله تعالى بالربع الاخير او بالثلث الاخير من برنامجنا. وايضا في المسابقه لا تزال قائمه، في معنا ايضا متسابقين. مره ثانيه بتول مساء الخير، اهلا ومرحبا بكم جماعة. اسمحوا لنا بنرحب بالضيف العزيز الفنان العراقي العربي الفنان علي العزيز. حبيبي اتشرف بيك. مساء الخير يا سيدي. مساء الورد عليك وعلى الكادر وعلى القناه الجميله. انت علي العزيز وانت عزيز. وانت عزيز. انت عزيز استاذ بسام. الله يطول عمرك، يعني ما شاء الله عليك، صوتك رائع وحضورك اروع، ويعني حابين تكون معنا اليوم بسهره رمضانيه بسيطه. انت الاروع وانا لي الشرف اكون وياكم اليوم. اهلا وسهلا، يا مرحبا. تشرفنا. انا الشرف على راسي منورين. اتفضل يا سيدي. تمام. هلا حابين نعرف اول شيء ايش اكثر الاغنيه حسيت انه الناس يعني كثير حبتها او طلبتها منك؟ من الحاني ولا من الحانك؟ خاصه لي يعني كاغنيه خاصه. لا اكيد من الحانك. اقول لك اي اغنيه انت حبوها الناس منك، الحانك اغنيك لغيرك يعني اللي بدك اياه. اكثر اغنيه حبوها مني يعني حقيقه هي اغنيه ما نسينا للفنان ماجد المهندس. حلو. أيه. واغانيك دائما هو اللي مو انا اللي انا احبها، فليطلع من القلب ويوصل للقلب. حلو، هو هذا اهم شيء. ويجوز هواي اغاني يعني انا تغني والناس تكون يعني تستقبل هذا الغناء وتعلق فيها وتحبها. هو اذا طلع من قلبك صح يوصل للعالم. صحيح. انت لك البوم اغاني علي صح؟ اي نعم. شو اهم الاغاني اللي كانت فيه؟ والله شخصيا ماني ايضا ملحن. انا بعرف شخصيا استاذ بسام عندي ما ظل طيب، عندي اغنيه جابه وخبر للعراق ولشهداء العراق كانت. حلو. في اغنيه جديده انت الحب، وفي اغاني ان شاء الله يعني هسه راح اتفرغ لنفسي هاي السنتين. نعم. اغاني حصرين الي اغنيها. جميل، يعني حابين نسمع صوتك اولا. الله يسلمك. سواء كانت اغاني لك او لاي فنان اخر ما دام صوتك حشم موال عراقي هيك. بس ما تحزننا ترى، قلبنا طافي. قلب طافي حقيقه. الحزن يولد فرح والله. الفرح يولد حزن. نحاول يلا. بس أنا بداية أول شيء يعني ولا تونس بدول مرحبنا بيها، أنا كوني ببلدي الثاني. نعم. أستاذ مسام الأردن ترى رعت بيها صار لي 30 سنة. ما شاء الله، أنت يعني هذا أردني. أي والله إلي الشرف يعني. أهلا وسهلا. إحنا إلنا الشرف. وأنا يعني عندي عمل لبلدي الثاني الأردن. نعم.
وان شاء الله تسمعوه. ان شاء الله. طبعا هو العمل عراقي بس بنكهه اردنيه. يا سيدي العراق والاردن وكل الدول العربيه هي دوله واحده. وان شاء الله يعني هذا الاغنيه هاي ان شاء الله للاردن ولجلال السيد. بدك تغنيها هلا؟ اي يلا نسمعها. ديو انا والفنان الاردني محمود دعجه. يلا. ان شاء الله تنال اعجابكم يعني. اهلا وسهلا. خلينا نسمع. اي تمام. مشكور يا سيدي ومنصور بإذن الله يا راعي بيد القدس ما عاف وتخلى حي زعيم العرب من زار رام الله أول ملك بالعرب سوى عبد الله الأردن أحلى بلد وأنت المحليها شما دار بيها الزمن حيل الله يبقى الأمن بيها الجيش سور الوطن أردن يحموها ونعم ونعم رجال بيها الأمن جنة يخلوها الله عليك شعبك حاضر وجيشك حاضر لعيونك بالموت نغامر الله يحفظك يا أبو حسين هذا أقل شيء قدمه لبلدي ثاني كلمات رائعة كلمات شاعر ياسر الغالي والحاني طبعا جميلة ما راح ديو انا والفنان الاردني محمود داجي متى راح ان شاء الله ان شاء الله بعد العيد بعد العيد ونبثها باي مناسبة جميلة لهذا البلد الجميل سيدي اغنية رائعة وتستحق المتابعة والسمع والمشاهدة انت الان خلينا ناخذ اتصال شو رايك ناخذ معنا اتصال وراح ناخذه مع بعض ومشان نربحه يعني أكيد. النتيجة بده يربح احنا اليوم متونسين يا رمضان يعني اجواء يا اهلا وسهلا الو مساء الخير معنا اتصال الو مساء النور يا مرحبا كيفكم يا اهلا وسهلا تعرف عليك خديجه معك مين خديجه اه اهلا وسهلا مالك زعلانه يا خديجه لا مش زعلانه اكيد لا طيب منين بتحكي معنا يا خديجه من عمان اهلا وسهلا يا خديجه أهلا خديجه في صوره راح تشوفيها الان على الشاشه تحاولي تعرفي مين الشخصيه سواء فنان او فنانه واعتقد انه فنان فهي الصورة قدامك الآن يا ريت إنك تشوفيها وتقدري تعرفيها لسه مش طالعة صورة مش طالعة لا هسه بتشوفيها هو فنان لبناني لبناني مصري عمرو دياب عمرو دياب برافو عليكي أبدعتي بدون ما نخلص بدون مساعدة هاي الفنان علي العزيز معك كمان حاب هو يعطيك الجائزة يلا يا علي انا فكرت مستربيني والله يلا تستاهل تستاهل الجائزة طيب شو حابة تاخذي او تختاري صندوق شو في الوان في الوان الالوان الازرق سماوي اخضر احمر شو مثل اللون انا معي على الوان من بعيد بنفسجي بنفسجي موجود اه موجود بنفسجي هاي بالعراقي اه شو حابة يا ستي بنفسجي بنفسجي نشوف البنفسجي هاتي يا بتر اه يلا حاضر آه يلا لفظي تفضل اعطيها انت جايز مو حلو يا ست خديجه القائم القيمه قيمه الجائزه ايش قد تتوقعين 400 يا معودة تقولي الحمد لله هسه عدلوا 50 الجائزه 250 دينار خصم 50% على مشترياتك من الألماس من مجوهرات بتبدلوا هاد خصم كيف؟ كنا خمس أيام آه خلينا خديجة خلينا نتفاهم أنا وياك أعطيني يا أخوي علي هاي هاي أستاذ بس أخوي علي خديجة تفضل هسه مجموعة جوائزك 250 دينار هو خليني أقول لك يا بعدين نتفاهم أنا وياك شو رأيك؟ تمام قيمة الجائزة قلنا خصم 50% من مشتريات من الألماس والمجوهرات فينيري هاي 50% خصم يعني أم المية بصير بخمسين إيش كويس وقسيمة شرائية تروحي على الجليس أو تعالي عندنا هون نعطيك جائزة بقيمة 30 دينار من الجليس التجارية وأيضا تروحي على دكتور الأسنان تنظفي أسنانك وتلمعيهم وتشيل العصب وتعمل الطاحونة وتحشيها مجانا من الدكتور أحمد فوزي عبده شو رأيك؟
بدي رحلة عشان عروسة جديد. انت عروس؟ استنى شوي استنى يا اخوي عبد الله. عروس؟ استنى خلينا نعقد اجتماع داخلي. طيب راح نعطيكي هذول. هاي الغيلية ماشي يا خديجة. خديجة تمام. طيب قديش لك متجوزة يا خديجة اول؟ 7 شهور. 3 شهور لا بعدك عروس. على كل الاحوال رحلة لاسطنبول خمس ايام شخصين تروحي بالطيارة وترجعي وتسكني بأوتيل 5 نجوم مقدمة من صندي. يسلم كثير. ريحك يا عيني. تمام. 500 دينار واكثر الجائزة. تستاهل. يسلم. يعني بعد رمضان ان شاء الله تيجي وتاخذ تذكرة وتروح على اسطنبول 5 ايام رايحة جاية نايمة ماكلة شاربة بالأوتيل مجانا. يسلم. شوف استاذ. كل الهلا. تحياتي لك. مبروك مبروك. تستاهل. هسه هذا القادم الأغنية الوطنية عندك إن شاء الله. أنا حابة أعرف بس كيف بلشت بدايتك بالفن؟ كيف بلشت؟ والله بدايتي كان يغني بالحارة. فعلا. من الطفولة صحيح. إيه بين أهلنا وبين ناسنا وكان والدي. والمدارس. إيه همين يعني فنان موسيقي فتعلقت بالفن وبالمستقبل يعني أصبح مهنتي يعني. حلو. هواي أسقلتها وأصبحت مهنتي. أكيد بلشت بالعراق مش بالأردن. إيه بالعراق. بالعراق. قديش كان عمرك لما أول مرة غنيت؟ والله حقيقة. سنفور. هاي أول مرة أحجيها بالتلفزيون. آه. غنيت بالتليفون عبد الله رويشد عمري 5 سنين مع والدي صديق والدي. وغنيت بالمسرح كانت في حفلة بال86 كان جاي وديع الصافي وأمينة فاخت. وأنا كنت بالمسرح مع والدي وغنيت لهم وأنا صغير. شو الأغنية كانت؟ عبد الله رويشد. علمني عليك قديمة هاي. هاي مال عبدالله. طيب شو رحت سمعنا على العود؟ أسمعك موال. حزن ولا شو؟ إذا حزن بدروح قلبي طافي والله. بدي شي يفرحني. يلا أقول لك حزن. شوي حزن آخر شي نسوي لك وراحي. مو ماكو مهرب من الحزن. الحياة كلها حزن. يعني واحد يتفارق ما تحزن بينك وبين نفسك. أكيد. هذا موال يعني أقدم كل إنسان يحب والدته ويحب أهله ويحب ديرته ويحب ناسه. ساعة وتغيب الشمس ساعة ويجيني الليل ينراد حلو ودمع ومنين اجيب الحل. الله. روحي حمامة صفت ابين اهل الدور اشتاقيت يا استاذ بسام حي شارب العراق ولامي انا والخبزة التنور التنور ديرة هلي بالطعم يختلف طعم الماي حتى الهوى يمهلي يختلف والله واي كل يلا الدس والعمر لو قعدة وهل وياي ومنيد أم الصبح محلى استقان الجاي يا منطقتنا حلم أرجع لأصحابي كل ساعة صاحبي يجي ويدق علي باب مشتاق للمدرسة والجرس والساعة أطفال نركض ركض بس نشعر براحة مش ما دار بي الزمان أبقى الهلي ميال ومنين اجيب قلب يتحمل الترحال. الله عليك. أهم الأغاني اللي بحبها عيال حارتنا إذا حافظها شطني ليها كمان شوية. عيال حارتنا الخليجية. الزمن يرجع. يعني أنا ليت الزمن. بعد الفاصل ولا بعد الاتصال؟ بعد الاتصال. بعد الاتصال. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. مساء الفل استاذ وسام. يا مرحبا اهلا وسهلا تعرف عليكي. معك سهاد شعبان. سهير. سهاد. سهاد مساء الخير يا سهاد كيف حالك؟
الحمد لله. من عمان؟ كل عام بخير. وانت بخير يا مرحبا. تحياتي لبتول لضيفكم العزيز، ما شاء الله صوته رائع. الله يسلمك. سهاد عارف اللعبة صح؟ في معنى صورة أكيد متابعكم. أكيد أهلا وسهلا. في صورة نعرفها وإن شاء الله راح تفوزي معنا اليوم. أوكي. شو رأيك؟ طيب نشوف الصورة إذا سمحتم، خلي سهاد تحدق فيها وتدقق فيها لعل وعسى تعرف هاي الصورة الموجودة معنا للفنان أو الممثل، هو على كل أحوال شخص يعني. مين هو هذا الشخص ستي؟ فنان لبنيني يا خي. لبنيني؟ أكيد مو علي العزيز. لا علي العزيز آخر. مين؟ نصيف زيتون. نعم نصيف زيتون. نصيف زيتون صحيح يا سهاد. لا الله يخليك. نصيف زيتون ولا لا؟ نصيف. نعم صحيح. نعم 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 هي موجود. أغاني كثير. طيب يعني منيح اللي عرفتي على السريع ما شاء الله عليك. طيب سهاد يعني كمان نعطيك جائزة، أي خيار تختاري؟ أي صندوق؟ أي لون؟ لون بنفسجي. راح البنفسجي. أعتقد أنه راح. برجاني أحمر أخضر. أيضا البنفسجي راح. برجاني أخضر أحمر أزرق. الأخضر. أخضر إن شاء الله حياتك كلها خضراء. إن شاء الله يا رب عشان إحنا فصل الربيع. يلا طبعا. هات نشوف الأخضر من هون يا بتول. الله 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 والله شكلها كبيرة للصفحة. بتول. لا سهاد. سهاد. أيوة. قسيمة بنزين بقيمة 20 معك سيارة ولا لا؟ ما سمعت عفوا. معك سيارة ولا ما معك؟ أجازي معه سيارة. طيب قسيمة بنزين بقيمة 20 دينار أولا. حلوين يسعدك وانت ذهب واحنا بنستع. وقسيمة شراء أو مجموعة منظفات ومعطرات ومعقمات بقيمة 20 دينار من شركة الجليس. قص وسشوار وبديكير ومانيكير من صالون توني أند جاي بعبدون. انت دهو استاذ وسام احنا بنستاهل. ايش هو؟ ليش يسموه شهر الخير؟ مو شهر خير. شهر الخير. كمان في جائزة راح تقولها بتول لها علاقة بالتجميل، تفضلي يا بتول يعني منيح لل أما يعرفون أكثر. سهاد. أيوة. في إلك كمان خصم بقيمة 30% على ركن التجميل في العيادة من بوتوكس وفيلر وبلازا وعناية بالبشرة. يسلموا كثير كثير. مبروك يا سهاد. يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير. الله يعافيك وانت بألف خير. الله يعطيك العافية. ألالة الزمن يرجع. ترى أنا ما أحب هالأغنية. بس يمكن صار لي سنتي ما أغنية. حاول. يا ليت الزمن يرجع ولا الليالي تدور ويرجع وقتنا الأول وننعم في بساطتنا زمان أول حسن فيه صد وشعور نحب ونصدق النية وتجمعنا محبتنا زمان ما فيه لا غير ولا حتى نفاق وزور يليت بس لو يرجع ونسترجع طفولتنا. الله عليك الله عليك الله عليك يا عمز من زمان ما غنيني. لا حلوة. بعد شوي كمان نسمع موال. في بالك شيء حاب تسمعنا إياه؟ يلا أنا سمعتك قبل شوي قبل الهوا كنت تغني. ألا قبل الهوى ايه قبل شوي كنت تغني مواوي. خلينا نسمع يلا. آي 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 آخ يا حمام الدوح وش مالك دون انت ربع اللي اون ونيت مو بس انت اليمر بيك الحزن انا حزن من الزغر ربيت علمان على الجقاير والتتين وبي يشرب له خلص باكيت اي شفت واحد ربه واحد وشفت واحد اكيد ربه
الله وشفت واحد سوى كرسي وشفت كرسي سوى واحد وشفت شيخ لابس عمامة لا دين عنده ولا قيامة وشفت واحد حبلة وحدة وما صدقت وياه بكلامي. ما شاء الله ما شاء الله. طيب غير الأغنية الوطنية اللي راح تكون بعد رمضان إن شاء الله بعد العيد نفكر يعني بأعمال مش وطنية يعني لا عندي أعمال خاصة أعمال خاصة عربية عندي إن شاء الله ثلاث أعمال عربية ولا لا عراقية عربية أول واحد أدز لك ياهن أنا جاهز لك أول ما يجي إحنا جاهزين ولقناتنا أهلا وسهلا أهلا وشرف الصوت اللحن العراقي أو الصوت أو النبرة أو البحة العراقية نعم من وين بتجيبوها يعني كل الفنانين العراقيين عندهم هاي البحة اللي بتختلف من عن كل الفنانين الأردنيين أو العرب حتى نعم والله يا أستاذ بسام يعني هي هاي روحية من رب العالمين يعني الإنسان لازم يتميز بشيء نعم هواي ناس ناجحين بس الأردن الله يحفظك بيش تتميز خلينا نقول يعني بالأمان الأمان أكيد لا الفن مثلا بالفن مثلا سميرة توفيق من غنت يلا صبوها القهوة مثلا المنسف الأردني فالإنسان يتميز فالعراقيين مميزين حقيقة بالصوت 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 باللحن ما شاء الله عليهم صوتهم رائع وألحانهم رائعة فهذا طيب. منبع من 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 قاعد طيب سؤال السوشيال ميديا صديقي بدنا تسحب لنا ورقة من هون نعم عشان نشوف الفائز امبارح احنا كان في سؤال نذكر بالسؤال سؤال امبارح كان ما هو اليوم الذي خلق فيه سيدنا آدم عليه السلام أنا عارفه عليه السلام عليه السلام أنا عارفه أجاوب شيء عليه السلام هذا خلص جاوبوا عليه هذا السؤال مجاوب لا في سؤال ثاني ها بس للتأكيد أستاذ بسام هو يوم الجمعة نعم نأخذ ورقة يا رب إن شاء الله كلهم فايزين لا بدنا واحد فايزين دم ورب يريد يريد هذا شخص يفوز يلا يا كريم انتشها أقول اسمه؟ قول اسمه خاف يحقدون علي يلا لؤي لؤي شو؟ المزاين أشوف إذا الفائز لؤي المزاين 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 هاي هاي الصورة أو الاسم واضح؟ المزاين مبروك جائزته اللون الأحمر شو رايك؟ الأحمر؟ يلا الأحمر اللون الأحمر جائزة أخونا أيمن لؤي لؤي مين جبت أيمن؟ شو نصيبه حسن؟ جائزة جائزة أوبا 20 دينار لا أوبا يا لؤي اسمعني كويس والله نياله لؤي أصفن السؤال بقيمة 600 دينار شايف يا علي؟ الله يا لؤي منه ثانية 600 دينار هيا هنا والله يستاهل تنظيف أسنان فيسنج بقيمة 500 دينار كل أسنانك طحشة واحدة لا هو يريد 11 لا أسناني يكلف 2000 فيسنج صديقي لكل أسنانك الفوقاني والتحتاني والطوحين من الدكتور أحمد فوزي موجود على الدوار السابع تقدر تروح تعمل كل أسنانك يعني إشي جائزة حلوة والله وأيضا 50% خصم من شركة أعمالكم للخدمات اللوجستية فمبروك عليك يا صديقي يا لؤي تحياتي لك ألف مبروك يا لؤي سؤال السوشيال ميديا بكرة نعم. يلا هلا طبعا رح نذكر في سؤال السوشيال ميديا تاع بكرة حيتم عليه السحب بكرة وهو من هو الشاعر الذي نظم قصيدة نشيد العلم الأردني طبعا شاركوا على البوست هلا حيكون السؤال موجود على الصفحة وحيتم السحب غدا إن شاء الله من هو الشاعر الذي نظم قصيدة نشيد العلم الأردني إذن من هو الشاعر الذي نظم قصيدة نشيدة العلم الأردني سؤال السوشيال ميديا ليوم غدا من الآن من بعد انتهاء هذه الحلقة سيكون هذا السؤال موجود على صفحتنا على الـ A1 TV باشروا بادروا بالإجابة لعل وعسى أن تكون أنت الرابح بكرة بنهاية حلقتنا من برنامج تيك أوف وضيفتنا بكرة أو ضيفنا بكرة وزميلة وزميلتنا سوزان بكرة مش عارف لكن راح يكون معنا بكرة رابح بإذن الله تعالى شكرا للفنان علي العزيز حبيب. العزيز أنا سعيد تحياتي لك سعداء بوجودك معنا يا مرحبا وأنتم أيضا أعزائي المشاهدين وأني ومن زميلتي بتول ألقاكم بعون الله تعالى يوم غد إلى ذلك الحين هذه تحية
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.